قررت حاجة حلوة قوي، بما ان النبي كان بيصوم يوم الاثنين عشان هو ده اليوم اللي اتولد فيه، فليه احنا ما نحتفلش بمولد النبي كل يوم اتنين؟ فانا قررت ان انا هعمل سلسلة فيديوهات اتكلم فيها عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، هنزل كل يوم اتنين فيديو. وبما ان انا مش قادرة اصبر على تنفيذ الفكرة، فقررت ان انا هنزل لكم النهاردة فيديو. وبما ان النهاردة مش الاثنين، ففي الفيديو ده هنتكلم عن حياة العرب قبل ما جه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الاثنين الجاي ان شاء الله هيكون اول فيديو في السلسلة دي. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. العرب قبل الاسلام كانوا بيعبدوا الاصنام اللي هي التماثيل يعني، وكانوا بيقدسوا الاصنام دي جدا، كانوا بيسجدوا ليها ويقدموا لها القرابين ويصلوا ليها وحاجات كتيره من دي. وكان حوالين الكعبه حوالي 360 صنم. ومن اكتر الحاجات الغريبه اللي كانوا بيعملوها ان هما كانوا بيعملوا صنم من عجوه ويقعدوا بقى يصلوا ويدعوا له كتير قوي، واول ما يجوعوا ياكلوا. والحاجه الاعجب بقى واللي انا متاكده ان معظمكم هيبقى مستغرب لما يسمعها، ان العرب كانوا بيطوفوا حوالين الكعبه عراة. كان العرب من غير قريش كانوا بيطوفوا حوالين الكعبه من غير هدوم، كانت الرجاله بتطوف الصبح والستات كانت بتطوف بالليل. وطول ما هم بيطوفوا حوالين البيت كانوا بيسقفوا ويصفروا من غير نظام. وربنا سبحانه وتعالى وصف صلاتهم وقال: وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ده غير بقى الحروب اللي كانت بتقوم ما بينهم لاتفه الاسباب، بتلاقي واحد عمل مشكله مع واحد وكل قبيله بقى بتساند الشخص اللي تبعها. تفضل الحروب دي مستمره لفترات طويله، والحروب دي ما كانتش بتخلص غير كل فين وفين. واشهر بقى عاده كانت موجوده عند العرب هي وأد البنات. كنت تلاقي الواحد يستنى مراته وهي بتولد، اول ما تولد بنت يبدا بقى يكشر ويزعل ويتضايق ويروح ياخد البنت يا حبه عينه ويحفر ليها حفره ويحط البنت الصغيره اللي لسه يا دوبك مولوده في الحفره دي ويردم عليها. بس للامانه مش كله كان بيعمل كده. وخد عندك بقى الظلم اللي كان منتشر وقتها، لا القوي بيرحم الضعيف ولا الغني كان بيعطف على الفقير، بالعكس ده الغني كان بيستعبد الفقير ويذله. ولو شخص فقير حب يستلف من واحد غني فلوس ما كانش الغني ده يرضى يستلفه غير بالربا، فالفقير يا عيني يستلف دينار يضطر يرجعه اتنين، فالفقير يزداد فقر والغني يزداد غنى. وبرغم كل ده كان عندهم بعض الصفات الكويسه، بس خلوا الصفات الكويسه دي في الجزء التاني. وبس كده، اتمنى اكون فدتكم باي معلومه، وصلى الله على الحبيب قلبك يطيب.